بص يا استاذ فطيم، بصينا. لا ركز معايا لو سمحت. اللي انا شفته من اول ما جيت جزيره الورد هنا، وده اسمه مهزله، وانا طبعا مش جاي عشان اشارك في المهزله دي. امال ليه بقى جاي؟ ها يعني جاي هتعمل لنا ايه بقى ان شاء الله يا حضره المقدم في الجزيره؟ عشان بس ما يبقاش كلامنا كده على القهوه كده في الحلبه المهلبيه. مهلبيه ايه وحلبه ايه؟ انا دوري هنا ظابط عارف. دوري هنا في الجزيره منع الجريمه وحمايه الناس وتامينهم. انا من الصبح بلف عشان اعرف معلومه واحده، ومحدش بيتكلم بصراحه. ما لقيتش قدامي غيرك، وانت كده انت كده هتساعدنا يا استاذ فطيم. طبعا ده انا هساعدك مساعده. وانت يا سيكا الكلب، المره دي القانون هيتنفس. وبتعمل ايه يا استاذ فطيم؟ بتعمل ايه يا معلم زلعوكا؟ تعال نشوف لك زبره بقى المره دي. لا بقول لك ايه، انا ما بتهددش. انت بتهددني بالمعلم زلموكا بتاعك ده؟ وانت يا ولد انت وهو انتوا في حاله التلبس، كله يرفع ايده. انت تاني يا استاذ فطيم، الظاهر ان ليلتك دي مش هتعدي. ده انت اللي ليلتك سودة ومش هتعدي، ومقندلة فوق دماغك القرعة دي يا عم زلعوكا. بقولك ايه، خلي بالك انت دلوقتي عندك قضية، كلمة تانية هيبقوا قضيتين، قلت ادبك او شتمت هيبقوا تلات قضايا بشنبك ده كده. طب تعالى بقى خليهم اربع. اوعى تجي لك على التفاهم ده، تطلع بيدك كمان يا اسطى. ده لوستاندار، قصدي المقدم نضال رئيس المباحث الجديدة هنا. ولد يا سيكا، تحت امرك يا باشا. حرس الشاي اشتيان وارميه على البوكس. تحت امرك. وانتوا كلكم من ارض المكان كله محاصر. انا غلطان يا باشا، ما تاخذنيش، اللي ما يعرفك يجهلك. انا من هنا ورايح يا باشا هحترم القانون. جر ناعم قوي يا زلعوكا، جر ناعم. ايه هتضحك على الباشا يعني؟ دلوقتي عرفت القانون؟ ما انا ياما ريقي نشف معاكم علشان افهمكم ولا من مجيب، ولا يعني علشان لما بقى معايا القوه يا جبان ياللي تخاف ما تختشيش ياللي عمرك. خلاص بقى يا استاذ فطيم يا سرعة عزوز. تمام ساعتك يا باشا، تاخد المعلم زلعوكه وتعمل محضر بالواقع، وتمضيه على اقرار بالعلم بعدم مخالفه القانون مره تانية. تمام ساعتك يا باشا، بس ادم مغزاني بعد اذن البهوات كان في طلب كده، كنت مش حضرتك كنت عايز طلب من سعادتك. يعني انا امبارح كان اخر يوم ليها في العمل، وكنت عاوز حضرتك تمضي لي على اخلاء طرف. مش وقت يا استاذ عزوز، والولاد دول تبعت تجيب اولياء امورهم عشان يستلموهم. تمام يا باشا، وبرضه يكتبوا اقرار يا استاذ عزوز، البلد فيها قانون يا شويه صيع. العيل من دول لسه ما طلعش من البيضه وشرب، ولسه مخدر قال ايه وبيشرب شيشه. ماله العناب ولا شاب وحليب يا استاذ فطيم؟ ماشي حضره الضابط ماشي، بس ثلاثة بالله العظيم اشوف كلب فيكم معدي قدام اي قهوه هسجن، مفهوم؟ استاذ فطير خلاص بقى، في ايه؟ سرعة عزوز نفذ اللي قلت لك عليه. تمام ساعتك يا باشا، يلا اتفضلوا قدامي. بالنسبه لي انا يا باشا هاخد الشيش دي بس عشان دي واحده اسلمها في القهوه تاني. ودي واحده في مكتبي. مفيش شيش هتتاخد، الشيش دي هنوديها المعمل الجنائي علشان نضاهي البصمات. امشي اطلع بره. تحت امرك يا فطين بيه. استاذ فطير في ايه؟ انا موجود بقى خلاص. ما انا عارف ان حضرتك موجود، امال ليه انا واخد راحتي كده؟ ما علشان حضرتك في ظهري، بالك لو كنت لوحدي كانوا عضعضوني بسناناتهم. بس شفت بقى حضرتك يعني لما القانون يبقى جنبه قوه تحميه، وايه ده احنا لسه بس بنقول يا هادي، لسه في اوله يعني. هتدخل الاسم بعد كده هتلاقي ايه بيشغي مغرمين، مش هتعرف تقعد على الكرسي. طب اقعد بقى كده بالراحه ويهدى واحكي لي كل اللي تعرفه عن درغام ورجالته. ايوه كده، هو ده الشغل، علشان ارجع حقي من الجحش واربيه هو واللي يتشدد له كمان. اسمع بقى يا سيدي. الو، ايوه يا اخويا، احنا اللي عاملين الاعلان. لقيتوه؟ لقيته شوي؟ ليكوا الحلاوه، ليكوا كل اللي انتوا عايزين، مستنياك يا اخويا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لقيتني الحمد لله. خير يا ست غالية؟ سامعك بتزغرطي، حصلت حاجة وحشة؟ ابني شوي اللي كان تايه وهو صغير، لا أقول الحمد لله. وصل يا حاجة. ابني ابني حبيبي، ابني ضنايا.
أنا أمك يا ابني. تعال حبيبي. أنا يا قلبي من جوه. حبيبي. حبيبي يا بلاوي. حبيبي. مالك يا دلاي؟ مالك يا حبيبي؟ هو ماله يا أخوي؟ ما تقلقيش علي يا حاجة، أصل المشوار كان طويل. إيدك بقى، إيدك بقى على المكافأة. عينيا، عينيا كل اللي طلبتوه أهو. مبروك يا حاجة، السلام عليكم. الله يبارك فيك. عين أمك يا دنايا. عين أمك. أنا اتبهدلت أوي يا أمك، اتبهدلت. خلاص، بعد النهاردة مفيش بهدلة، رجعت لحضن أمك يا حبيبي. أنا فين؟ وإيه الناس دي ياما؟ دول جيراننا وحبايبنا فرحانين برجوعك، ودلوقتي فاطين أخوك يجي وهيفرح قوي برجوعك. كلنا فرحانين بيك يا شوقي يا ابني. شوقي إيه يا عم عزوز؟ في أنت كمان مالك؟ بسم الله ما شاء الله، لسه فاكرني يا حبيبي؟ فاكر إيه؟ فاكر إيه بس يا عم عزوز؟ في إيه يا إخوانا مالكم؟ ده إيه الغلب ده يا ربي؟ أنتوا مش عارفيني؟ أنا فاطين، فاطين ابنك ياما. فاطين ابني؟ يا مسبتي؟ ايوه اما ايه فاطين ابنك يا مسبتك دي؟ ايه ده؟ انتوا ايه هتولولوا عليا ولا ايه؟ انا مين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها ياما ايوه العربيه وصلقت وملقت اللي خطفوني. وفين هدوم انا؟ فين خطفوك؟ ده انا اديتهم فلوس الشبك. يا لهوي. اما لما انت فاطين، الفيلم الهندي اللي انت عامله ده فين بنتي؟ بنتك النحس محبوسه دلوقتي في الحجز. اسكتي بقى. بنتك في الحجز؟ يا لهوي. معاك حق يا معلم، ترجعهم تزعل حقك. ازاي البوليس يقتحم الفرح كده علشان يقبض على كبير قطاعين الطرق؟ الرئيس درغام اللي اشهر من النار على العالم، مش كده يا عم عزوز؟ مظبوط يا فاطين. يعني انت ما كنتش متفق مع البوليس وعامل لنا كمين يا سيمتر الا ربع انت؟ لو سمحت يا جحش، انا ما بتكلمش معاك دلوقتي، انا بتكلم مع الرئيس درغام. ما تولعش بقى، كفايه اللي انا فيه. مظبوط يا فاطين. رد على الراجل بتاعي. يعني انت ما كنتش تعرف ولا موالس مع الضابط الجديد؟ انا اعمل كده يا معلم درغام؟ انا اتامر عليكم؟ دي مش من اخلاقي ابدا. وبعدين يعني انتوا حراميه كمل يعني، وشركم مغرق الجزيره كلها. انا ما اعملش كده ابدا ابدا. لو عم عزوز يعمل كده اصدقك. مظبوط يا فاطين. اهو ماشي يا عم المت، هصدقك واكدب مخي. انت هتصدقهم يا معلم درغام المتر وربع دوت؟ ما تتليل وتسكت بقى يا جحش انت. الراجل مصدقني. لا وبعدين حط في بقك حزمه برسيم واسكت. اسكت بقى. مظبوط يا فاطين، برسيم كويس عشانك. يا ريت بقى يا معلم درغام تسلمني امي وعروستي وتخلينا نمشي، ويا دار ما دخلك شمس. مش قبل ما تنفذ الاتفاق اللي كان بيننا. اتفاق ايه يا معلم درغام؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الراجل بتاعي يطلع براءه في جلسه النهارده. حصل ما حصلش اقرا الفاتحه على حريمه. دي برضو اصول يا معلم درغام؟ دي اصول؟ هي دي الرجوله؟ مش مفشفشين، مش هننصد ولا نرد. انا بهوش بس يا عم عزوز، ما تقلقش. من غير تهويش وكلام ماسخ، الراجل يطلع براءه اهلا وسهلا. ما حصلش يبقى الكلام خلص كده يا معلم درغام كده. طيب شوف بقى دي، عايزين نطمن على حريمنا بقى لو سمحت. ايوه عايزين نطمن على حريمنا. يعني لو هو فين؟ من عينيا. هات قدامك يا سيدي المعلمين. اوعي يا ابني حبيبي. امي حبيبتي. دراعي يا موغاه. انا بقول لك اهو وبحذرك يا درغام. امي لا. وانا بقول لك اهو بحذرك يا درغام. بنتي لا. يعني انا اللي وقعت من اعلى رفعه؟ عزوز طلعني. عزوز ما تتهدي بقى يا وليا. على السلامه يا رجاله، وما تنساش يا بنت الراجل يطلع براءه. ماشي يا درغام، بتمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا. ماشي يلا بينا يا عم عزوز. يلا بينا عم فاطين. يلا بنروح. شفتونا ايه؟ روح بس الموقف مؤثر قوي.
لا بقول لك ايه، ده مكان اكل عيش والكل عمال يامرز عليكي. وانت عايز مننا ايه يا سمكه؟ انا قاعده في حالي اهو. ميشو بقاله يومين غايب وانا ما اعرفش حاجه عنه، واللي هيدلك عليه الطبي. فانت بالصلاه على النبي كده تسمعيني رنه خطوتك عزف منفرد وتقومي تروحي للطبي. فين الطبي ده؟ انا السبب، انا اللي ضيعتك يا بندق، انا اللي ضيعتك. قلبه مليان حلية، بس الدنيا غدارة، طعمها في لسانه زي العلام. عشان كده انت عايز ميشو فيه يا بنت؟ لا ابدا، انا كنت جاية عشان اطمن عليه، عشان بقاله كذا يوم يعني ما ظهرش، وكان وعد ابويا انه هيجيله وكده. مش عارف، يوم ظابط امن الدولة ما جه وخده، مش عارف هو فين. يا مسبتي وخدوه ليه؟ حرام عليهم، هو كان بس عمل لهم ايه؟ والنبي يا رب تستر معاهم، والنبي يا رب لك لحبيبك، النبي يا رب لك حبيبتك استرها معايا يا رب. ميشو الحاوي، افراج يا حاوي. سلام يا رجاله. سلام يا ميشو. حاوي هنتقابل. طير يا حمام. يلا يا حاوي. مبروك يا ميشو. ميشو لما عوزك هبقى ابعتلك، ولما ابعتلك تيجي على طول عشان ما ازعلش منك. خد بالك انا زعلي وحش قوي. يلا. تسلم ايدك يا دنيا بنتي. في كده؟ في ملوخيه بالحلاوه دي؟ الله العظيم يا دنيا، بقالي يجي 20 سنه ما دقت اكل بالحلاوه دي. الف هنا وشفا يا عم طبقي، انا همشي انا بقى. السلام يا بنت، خلي بالك من نفسك. عم طبقي مش الحاوي راجع. عم طبقي هو فين يا واد؟ مساء الفل يا طبقي. الحمد لله على السلامه يا ميشو. والله انت ابن حلال مصفي، بنت دنيا دي طبخها زي العسل. انت جيتي هنا ازاي؟ وايه اللي جابك من اصل؟ ما هو انا لما لقيتك غبت يا ميشو قلت اجي عشان اطمن عليك يعني واشوفك انت. بس بقى جرايه يا ميشو، البت بتطمن عليك، فيها الخير. بتطمن عليا ليه؟ هي من بيت اهلي. يلا بنت امشي روحي كده يا ميشو. انا اللي غلطانه. ماشي يا ميشو، انا اللي استاهل ضرب الجزمه، عشان كده انا سالت عليك، ومن النهارده مش هتشوف وشي تاني. والله يا دنيا يا بنت، عشان جرايه يا ميشو. عيب كده يا اخي، البنت بتحبك واستقصت على المكان لحد ما عرفته وجت تشوفك. بقول لك ايه يا طبقي، انا مش شايف قصادي. وجعان نوم عشان خاطر يا ميشو.
عشان خاطري اطيها بكلمتين وتعالى نام براحتك. ميشو عشان خاطر عمك الطبجي بنت غلبانه ونفسها حلو في الطبيخ. انا هيتقال لي امشي روحي ماشي، ليك حق يا حق يمنطني اكتر من كده وزياده كمان. استني يا بنت، انت يا هطله ام مخ طاقي. انت عايزه ايه؟ ممكن بقى تتهد شويه وتقفي عشان عايزه اتكلم معاكي؟ هو في كلام يتقال بعد اللي اتقال ده؟ ولعلمك يا ميشو لو كنت فاكرني ان انا رمايه، انا مش رمايه، انا زي القمر وزي الفل اهو، يكش بس بختي هو اللي مايل. ما خلاص يا بنت. لا مش خلاص، وما تقوليش يا بنت. ولعلمك يا ميشو لو ما كنتش تتعامل معايا كويس والله العظيم انت. ما خلاص بقى ولا امشي؟ لا تمشي. ده ايه؟ انا مصدقت لقيتك. يبقى خلاص تتنقلي تمشي قدامي ومن غير كلام. حاضر، بس تسامحني الاول. صفوت نصار مش ناوي ينسى قديمه، لسه قلب اسود وشايل ومعبي مني. ما هو اللي انت عملته فيه زمان يا عنتر ما يتنسيش يا راجل. ده انت خليته هج وساب البلد. بس صباحه بقى يا عنتر، كل ده عدى وراح لحاله. لا صفوت مش ناوي يعديها، عايز يذلني. طلب 2 مليون عشان البضاعه تدخل، وهو عارف ومتاكد ان انا ما عنديش سيوله. ولا حتى تقدر تلمهم من هنا لبكره الصبح. انا قصدي صباحه بقى يا عنتر، الشحنه تكون وصلت وكله يبقى في الالكوتا. لا يا رشدي، ده انا هديها اجيب عليها واطيها. انا شاء عمري في الشحنه دي 50 مليون، يعني اواكل حقي يا ناوي على موتي. اه صدق بالله انا لو معايا سيوله ما اتاخر عنك ابدا. بس انا مش عارف صفوت بيعمل كده ليه. كلمه يا رشدي، قول له البضاعه تدخل ونتحاسب بعدين. اكلمه بس على الله يرد. الو الباشا الكبير، زي ساعتك يا صفوت باشا. حاضر، عارف انك مشغول والله. انا اخويا عنتر معايا كان بيطلب من سعادتك الشحنه تدخل وانت تضمنها، ولما الشحنه يتصرف فيها يسدد لك اللي انت عايزه. قلت ايه يا بيه؟ من غير رغي يا رشدي، 2 مليون بكره الصبح يبقوا عند حمدي. مفيش، يبقى يحط في الارض ويتصرف ويدخل هو الشحن. كلام خلص. ماشي يا صفوت، بس انا برضو لحم مر ولي عديلة يا عديلة، ومش هبقي على حاجة. فضفض يا ميشو، فضفض، انا عاوز اسمعك. لو فضفضت ممكن تسيبيني وتمشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فضفض وزيح، انت حتى كتر الهم غم وسألنا. انا زيك برضه يا دنيا بالظبط، بختي مايل طول عمري من يوم ما القطر جابني الدنيا دي غصب عني، وانا فرشيت الارض وغطايا السما، قعدت كتير عيط وانا باصص للسما مش فاهم ولا عارف هي الدنيا بتعمل فيا كده ليه. ساعات بحس ان ميه النيل دي دموعي، ولما كبرت شويه وشفت الدنيا على حقيقتها كنت ببص للعربيات النظيفه اللي بيركبوها البهوات اللي بيحط ريحه من الغاليه دي، كنت اشم الريحه دي ادوخ اقول لنفسي انا ليه ما طلعتش زيهم، وابص للسما واقول يا رب. انت عارفه يا بنت الدنيا انا امتى هستريح؟ لما هوصل للجنه. بعد الشر عليك يا ميشو. شر ايه يا بنت هبله؟ هي الجنه شر؟ لا مش شر، بس الواحد ولا الواحده هيدخلوا الجنه ازاي؟ مش لازم يموتوا وبعد كده ربنا يرحمهم برحمته وبعد كده يدخلهم الجنه؟ الله، واحنا لازم نموت عشان ندخل الجنه؟ ما ينفعش ندخلها واحنا صاحيين؟ لا ما ينفعش خالص. لا ينفع يا دنيا، انت بس اللي ما تعرفيش ان في جنه على الارض، جنه الدنيا، وفي ناس كتير قوي عايشين فيها مستريحين وما بيشيلوش الهم، واللي بيطلبوه بيحصل. لما بيناموا تبقى عينيهم الاثنين مغمضه. ايه بس اللي انت بتقوله ده يا ميشو؟ هو في جنه على الارض اللي احنا عايشين فيها دي؟ موجوده، بس محتاجه فلوس، فلوس كتير قوي يا دنيا. اول ما هيبقى معايا الفلوس دي ساعتها بس هستريح واعمل معاكي احلى واجب، هدخلك الجنه بتاعتي. عشان انت بنت جدعه دنيا وبنت حلال، ودنيا ظلماكي زي حالاتي. عارف يا ميشو، انا اول مره من يوم ما عرفتك اخاف من كلامك كده قوي. قصدك اول مره تشوفيني من جوه.
أصلي من جوه متشرح من النوم على الرصيفة والجري من المخبرين ليل نهار والبيات من غير عشاء. ميشو، هو البوليس قبض عليك ليه؟ عشان اللي زيي هم اللي البوليس بيقبض عليهم. ليه يا ميشو؟ انت بتشتغل ايه؟ شغلانة خطرة في عالم غريب اللي يدخله ما يعرفش يخرج منه، مش بإرادتي ولا باختياري، غصب عني لقيت نفسي جواه. ليل ما بيطلعلهوش نهار، تعيشي فيه زي الديابة، عينيكي في وسط راسك زي التعالب ما تناميش أبدا، ولو نمتي تبقى عينيكي مفتوحة لعبة ودايرة متقفلة ما تعرفيش تخرجي منها. نفسي أخرج بقى أشم نفسي وأمسك النجوم بإيديا، بس الدنيا يا دنيا مش سايباني في حالي. شفتي؟ مش قلتلك بلاش أفضفض أحسن؟ معلش اتأخرت عليك، لأحسن كنت بتفق مع بتوع الفراشة عشان فرحي بقى عقبال عندك انضل باشا. ألف مبروك يا أستاذ فطين، والله فرحت لك. مين العروسة بقى؟ واحدة كده. ما علينا، أنا بحثت في الكلام اللي أنت قلتهولي بخصوص درهم وشنة وبتاع الطرق اللي معاه. حلو قوي، وصلت لإيه؟ وصلت إنهم واخدين راحتهم وبيبلطجوا زي ما هم عايزين لأن مفيش حد واقف لهم، وكمان مسنودين من عضو مجلس الشعب بتاع الجزيرة. مظبوط يا حضرة المقدم، مظبوط. أصلك أنت ما شفتهمش ساعة الانتخابات، يا مؤمن دول حبسوني يومين في الشقة من غير لا أكل ولا شرب عشان كنت بس بوعي الناس. الحاجة الأهم إن مفيش ولا بلاغ ضدهم. الناس خايفة يا نضال باشا وملهيين ورا لقمة العيش. ومعلش بقى في الكلام اللي أنا هقوله لك ده، اللي كانوا قبلك كانوا عايشين في البليلة مقضيينها في المهلبية، وأنا ما قلت وهم سدين ودانهم وعاميين عينيهم. بس أعمل إيه؟ القانون محتاج جنبه قوة تحميه. وأنا قررت أنفذ القانون وأخلص أهل الجزيرة كلهم من درغام. هو ده الكلام. وطي صوتك. هو ده الكلام يا نضال باشا. عندك خطة ولا غششك خطة؟ وطي صوتك علشان القهوة ليها ودان. قهوتي ليها ودان؟ فنجان القهوة ده. حط فنجان هنا بتاعي. أنا هستغل عنصر المفاجأة وهاجم على المكان اللي بيتوه فيه. بس خلي بالك يا باشا، دول مسلحين وأكيد عاملين استعداداتهم، يعني ممكن في لحظة ينشوك في كعب رجلك زي أخيل في برادبت كده برصاصة تجيب أجلك. إيه رأي سعادتك في اللي يخليك تقبض عليهم واحد واحد زي الفران؟ زي الفران إزاي؟ تعال. أنا هعزم درغام ورجالته عندي على الفرح، ويكون بقى سعادتك عامل ليهم كمين مستخبي في الدورة كده، انت وعساكرك ورشاشاتك ومسدساتك، اول ما هم يجوا هوب تهجم عليهم وتقبض عليهم كلهم. حلو قوي الكلام ده، وهاخد اشارة الهجوم اول ما يكتملوا كلهم منك انت. رقبتي في ده مصر يا باشا، والاشارة هتبقى اول ما شرب فقر الندى قصدي قطر الندى عروستي من الشربات. صباح الفل يا توبجي. صباح يا ميشو. فين سيجارة؟ لا انا عايز سيجارة. فين السجاير بتاعك؟ ما تدورش عليها. ايه؟ امال الواد بندق فين؟ ما بانش من ليلة امبارح يعني. بروح لصاحب خرزانة اشوفه عايز ايه. استنى يا توبجي. ايه يا توبك مالك في ايه؟ اتنفضت كده كأن في كهربا مسكتك. مفيش، اصل صبحي خرزانة من ساعة ما فين بندق يا توبكي؟ بندق خلاص. خلاص يعني ايه؟ خلاص يعني خلاص. راح للي خلقه. مين يا توبكي؟ جه بعد ما اتقبض عليك وكان عايز يخلص عليا، لولا بندق الله يرحمه وقف له فداني بروحه. سبته وقت البندق قدام عينيك يا توبجي؟ ما تحصرنيش على نفسي يا ميشو. ما قلتليش ليه من ليله امبارح؟ كنت جاي تعبان انت يا ميشو، خفت عليك لو عرفت حاجه زي كده تخرج وتتهور، وبعدين ممكن ساعتها البوليس يكون قطرك. الكبو فين؟ البوليس قلب عليه الدنيا ومحدش يعرف له طريق. انت دفنت بندق بيديك يا توبجي؟ دفنته في مدافن الصدى
اخر حاجه قالها هو اسمك يا ميشو. هتيجي معايا نقرب الفتحه. مش قبل ما ارجع له حقه. ما تفهمني يا تركي، مصلحه ايه دي؟ انزل بس وانت تفهم بعدين. انزل اروح فين يا تركي؟ ما تلغيه لي انت وتلخص لي. شايف الباشا اللي هناك ده؟ اه ده بقى اللي هيقريك ويلخص لك ويدلعك ويظبط لك كل حاجه. بس انت انزل ونشوف اخرتها معاك. بيتها فل ان شاء الله يا كابتن. بلغني انك عايز الكب يا باشا. الكب تحت عمرك بس قريني. الحاوي قتلت بندق ليه؟ انا ما قصدتش اقتله يا حاوي. انا كنت طول عمرك غدار يا كب. ابوس ايديك يا حاوي، حقك عليا وحق بندق عندي، واللي هتقول عليه هعمله. يبقى تروح له تقول له حقك عليا. اروح له؟ اروح له فين يا حاوي؟ هناك مطرح ما وديته. ابوس ايدك يا حاوي، ما تموتنيش، مش عايز اموت. بقى انت فتحي وحطي لي ورقتين من النعناع الاخضر ده في الشاي، وهاتي لي السمسميه عشان نسلطن زي زمان. فاكره يا بنت فتحي؟ الا فاكره، وهي دي ايام تتنسي؟ طب ده كانوا كل اهل المنطقه يستنوا يوم الخميس دون عشان خاطر يجوا عندنا ويفضلوا يلغوا 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 ويشربوا في شاي ويقعدوا يسمعوا الغنى عشان ينسوا هم الاسبوع كله. بس هنقول ايه بقى؟ ربنا ينتقم منه اللي كان السبب وخلينا نسيب بلدنا واهلنا وناسنا. ربنا موجود يا بنتي. اللي قولي يا توح. نعم يا روح توح. ينفع كده واحدة قليلة البخت زيي تقابل واحد قليل البخت زيها يوم البخت يتعدل لهم ويتجوزوا ويجيبوا عيال مش قليلات البخت زيهم؟ انت بتضحك يا توحة. طبعا بضحك يا بنت توح، عشان انت بختك زي الفل. هي كمان الدنيا زرجنت معاكي شويه وديتك اللي اسمه زكي ده، يبقى خلاص. اه بتفكرني ليه؟ الله يرحمك يا امه، ربنا يريحك. وما شفتيش الاشكال النتنه دي؟ عارف يا بابا، انا كل ما افتكر اني اتجوزت زفت البرك اللي اسمه زكي ده اقول كده خلاص خلصت على الاخر، وانا مش هشوف دنيا تاني. واقعد اقول لنفسي اهو اقفلها عليك يا دنيا بقفل مصدي، يكشي يا رب يتقفل عليه باب ويكون من غير اكره ويتزنق كده هوك، يفضل يفلفص كده هوك ما يعرفش يخرج. كنت يا عبيطه، ده ربنا محوش لك الخير والسعد كله، وبكره تشوفي وتقولي توحه قال. يا توحه، تفتكر هيجي يوم البس فيه الفستان الابيض والطرحه ويبقى عريسي كده جنبي موز مزمز وتفاحيه وحلاوه طحنيه تتلهت كده بالقشطه؟ وانا بقى ايه؟ هانجزك كده وامشي معاكي ومش هسيبك غير في ايد عريسك. يا توحه، ويكون عريسي بقى ده قمر بدر منور في البدله ويقول لي مدام تسمحي لي بالرقصه دي؟ Thank you.
ربنا يسعد وقتك يا بنتي، في حق جاي لك يا رب. هو مش خلاص بقى كده يا باشا؟ لسه يا ميشو، هم خدوا صحيفه الحاله الجنائيه وراحوا على البحث الجنائي يكشفوا عليك. وحلني بقى، انت تخلص شويه الشاي دول وتخش تستنى في الحجز لحد ما يطلع التقرير. طب ليه بقى حجز؟ ما احنا هنا حلوين يا باشا. يا باشا انا ماليش فيه يا باشا. اقف اسمعنا، الله يسترك والنبي. انتوا دخلتوا عليا الشقه، كنت بظبط السخن والسائع بتاع السخان، دخلتوا عليا وانا في السخن والدنيا كانت، ولا قلت اقلع هدومي، مش كده يا بنات؟ كده. بس كنت مش قدامي. طب يا باشا اغير هدومي، منظري مش حلو قدام البنات، مش كده يا بنات؟ كده. انا مش قلت اسكت وامشي قدامي؟ يلا اتبص انت وهي هنا، اتبص. يلا اثبت شد مكانك. يلا التركي، فوزي التركي، اسال عليا من المعصره لدار السلام جوه وبره وكورنيش النيل كله. وبعدين ما تجيب سيجاره، انت هتقف تتفرج علينا كده ببلاش. سلام. ايوه معلش، هي اخر واحده بقى، ما تقل عليك. تسلم. يلا يا ميشو. مع السلامة يا ميشو. انت قادر رجولة ولا بحب الرجولة؟ اسمعي يا بهالشيكة منك ليها، لما حد جوه يسألك كنت في الشقة بتعملوا ايه هتقولوا؟ عشان السخن والبارد. اموت فيك يا اسمر انت يا سخن. وش يا اخويا بتاع السخان؟ بابا روح يا عم تكفيني على وشنا. الله. صباح الفل يا رجالة. والامور بقى جاية ادب ولا صدار؟ لا تمريض يا رحمك، عشان اعلم عليك وديك خبزتين. بس خلاص يا رجاله، خلاص عندي حالك انت يا عمو. تيجي شوف حاجه يا هر حبيبي. من سلقط لملقط لنطط الحيط يا قلبي لا تحزن. روق يا ابني روق، بس خد اشرب شويه ليمون روق دمك. فداك يا ابني فلوس الدنيا كلها. انا بس كل اللي حاسس في نفسي اخوك شوقي، قلت خلاص رجع وهنتجمع من تاني. باين علينا منظورين يا فاطين يا ابني. قصدك منحوسين يمه؟ منحوسين هي، ما فيش غيرها البت قطر ندى دي، فقريت ابوها وجايه لنا احنا بقى علشان تفقرنا، ناقصها هي. ما تظلمهاش يا فاطين، البت غلبانه وبتحبك. غلبانه؟ اسكتي يا غاليه اسكتي، انت فاهمه حاجه؟ ده انت اللي غلبانه. اول مره اشوفها فيها العجله تنسرق، يوم قرايه الفاتحه العربيه تنسرق، يوم الشبكه فلوس الشبكه تضيع ويلهفوها سلقط وملقط. هو في كده؟ في كده في قلبها امها، هي سبب كل البلاوي، ما بتقعدش في مكان الا ما بتفقره. بقول لك ايه يا ابني، يلا نروح لقطر في الحاجز، دي برضو خطيبتك. برضو مش رايح يا امها، والجوازة بقى دي مش لازماني. عشان خاطر يا ابني عايزين نفرح، ولا عايزني اموت بحسرتي قبل ما افرح بيك؟ بعد شر عليك يا غالية. حاضر هقوم بقى وربنا يستر. الا صحيح، فين العربية؟ مش مركونة تحت ليه؟ العربية؟ يا نهار اسود، دي العربية في الشارع عند المحكمة ياما. شفتي؟ علشان جبنا بس سيرة الغلبانة بتاعتك. يلا ادخلي البسي بقى كده علشان نروح نلحق العربية قبل ما تضيع هي كمان وتبقى كملت. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ منظورين والنبي منظورين. لما انت ما قلتليش بقى، انت بتشتغل مع مين؟ بشتغل مع اللي قدرني. وايه اللي حدفك علينا هنا؟ الدنيا. انما انت سموك التركي ليه؟ اصلي بموت في التراكم، بينضفوا كده وبيبرقوا من غير ما يستحمى. يا سلام. تعرف مهند ونور؟ مين؟ انا شغلي كله ما بين تركيا ولبنان، عشان كده تلاقيني بموت في المزز وعزهم زي عينيا. ما هو باين يا تركي، عشان كده جابوك لحد هنا بالملايه. لما انت ما قلتليش بقى، انت خارج امتى؟ يمكن بالليل. عايز حاجه من بره؟ لا، انا هياخدوني النيابه، هياخدوا مني كلمتين ويمشوني، ولو ما مشونيش يا سلام لو يحجزوني في زنزانه واحده مع الموزز اللي جيت معاهم. اخ بتكلم بجد؟ مش كلام بورش وماله ازايز ورغي على الفاضي.
يا عم الراجل اللي انا شغال معاه تقيل قوي مش هيسيبني مرمي، فهيظبطني ويطلعني على طول. انت لو عوزت اي حاجه ابقى عدي عليا وبعون الله اعمل معاك الواجب والصح كله. يا ده انت الرجوله مرسوم على وشك. ماشي يا تركي. خلاص اطمنتم عليها؟ يلا يا انسه قطر قدامي عن حاجه. اخص عليك اخص عليك يا وائل يا واطي يا ليل القصر، اخونك العيش والمال وكشر ابو سمير. ده حكم محكمه يا عم عزوز. يلا قدام عسكري وائل. تمام يا فندم. اطلع بره. يعني وديها على الحجز حضرتك؟ اطلع بره بره يا وائل. ماشي ما انت الظابط فرق تعليم. ما تقلقوش يا جماعه هي هتفضل هنا في مكتبي لحد الصبح لان ده حكم محكمه. يعني خلاص مش هخش الحجز؟ لا لا يا نسا قطر ما تخافيش. ربنا ما يوقعك فيها ولا يحبسك وليه. الصراحه انا مش عارف اقول لك ايه يا سياده المقدم. نضل حبيب عبد ربه. ما تقولش حاجه يا استاذ عزوز انا هسيبكم براحتكم شويه بعد اذنكم. مع السلامه. انا هاكلك بسناني بس لما نروح عشان تبطلي تخرجي مع الهايف ده من ورايا. ايه يا عم مالك شويه؟ ما اقصدش ازعلك والله. البنت اصل اعصابها تعبانه كفايه. انا ما هو كله يا اخويا من فاطين بتاعك ده. الهي وانت جاهل يا رب. ايه فاطين؟ كملي يا حماتي. الهي ايه؟ كملي يا مؤدبه. ايه اللي جاب الكائن ده هنا؟ تعرف لو ما خرجش بره انا هعمل فيك ايه؟ ما تتهدي بقى يا وليه. هو في ايه؟ كله شخط ونط. افصلي بقى شويه. مش هفصل يا حبيبتي، ما هو كله من عمايل ابنك. انا يحبس بنتي؟ لا مش هو اللي حبسها. مش قصدي والله. انا قصدي يعني ان هي عملت مشكله في المحكمه فالقاضي هو اللي حبسها. قول لها يا عم عزوز، قول لها يا متربيه. هو انت يا اخويا لسه بتدافع عنه؟ لا خالص. انت اصلا ايه اللي جابك هنا؟ جاي لخطيبتي حبيبتي علشان اصالحها، وجايب لها هديه بوكيه ورد ب 27 جنيه ونص عشان تعرف قد ايه انا بحبها وبموت فيها. بجد يا فاطين؟ بجد ب 27 جنيه ونص؟ خلاص يا بنت. ايه؟ جاي تبلفنا بكلمتين ووردتين؟ خلاص يا حبتين امك. بح اتبخرت. مش هجوز البت. ليه يا اختي؟ هتخلوا ليها ولا ايه؟ ايوه يا غاليه هخللها يا عينيا. وانا بقى بحب المخلل، بموت في الترشي وخصوصا البدنجان الاسود. حبيبي يا فاطين. حبيبتي يا فقر، قصدي يا قطر. خلاص بقى عايزين نخلل العيال، قصدي نفرح العيال. عشان كده انا بقول نعمل لهم الفرح ونكتب الكتاب والدخله في ليله واحده، ايه رايكم؟ ربنا يستر. انزل يا تركي فوق عشان تكلم ابوها. حاضر. بقولك يا ميشو بس سيبها مغمى عليها احسن، دي شكلها زي القمر وهي بسرعه كده. مفيش وقت يا حنين. امسك فوقها بسرعه يا تركي. لا يا راجل اصحي يا انسه. ايه ده؟ انا فين؟ ما تخافيش. انتوا مين وايه اللي جابني معاكوا هنا؟ صحيح، هو احنا مين وايه اللي جبنا معاك هنا؟ احنا اللي بعتنا الباشا عشان نرجعك. دادي؟ امسك الموبايل اهو كلميه عشان تطمنيه لغايه لما نوصل له. امسكي ما تخافيش، انت دلوقتي في امان. شفت قالت دادي ازاي يالا؟ الو يا دادي. شيري يا حبيبتي انت كويسه؟ يا حبيبي انا كويسه، انا حتى مع الاثنين اللي حضرتك بعتهم وهيوصلوني لحد البيت. جايه دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي انا جايه حالا اهو معاك اهو. اتفضل يا ترك. الو يا معلم. ترك ايوه باشا طمن عليها. مين معايا؟ لما نيجي يا باشا هتعرف. طيري يا حمالي. خلاص اطمنت ولا لسه خايفه؟ اطمنت. تركي يا تركي يلا بينا يلا بينا، تعالى اقعد هنا علشان تسيبها لوحدها. كنت قعدت ورا احسن.
صباح الخير يا ست غالية. صباح النور يا أستاذ عزوز. يقعد يا بسكليتة خش دخل فطور العرايس. حاضر حاضر يا ست شهر. على مهلك يا ابني على مهلك. حاسب يا واد عشان يتدلق منك. ألف مبروك يا ست غالية. الله يبارك فيك. عبالك يا بسكليتة. الله يخليكي. أي خدمة تانية يا ست شهر؟ ما أنا عارفة عينك على البقشيش، ما أنت طفص خد مش خسارة فيك. إيه ده؟ نص جنيه؟ ده أنا وسط قطم. روح يا شيخة، إلهي ربنا ما يحكمك على يتامى. هات انت قليل أدب، ما شوفش وشك تاني. امشي. خد خد يا واد يا بسكليتة، مش خسارة فيك. حتة بخمسة حلاوة فطير اهو كده. هو ده الكلام. ربنا يخليك يا ست غالية يا غالية يا أم الكرم. سلام عليكم. عليكم السلام يا أختي. مدام ايديك فرطة قوي كده، ما غيرتش عفش الشقة ليه للعروسة؟ ابتدينا. يلا يا شهر ابتدي استوانة الردحة يا اختي. ما بلاش الكلام ده يا شهر. اسكت انت. حاضر. وسعيلي يا حبيبتي، وسعيلي لما اخش اصبح على بنتي. تخشي فين يا ولية؟ دول عرايس ونايمين متأخر، سيبيهم براحتهم. براحتهم ايه؟ بنتي وعايزة اطمن عليها. تطمني عليها من ايه؟ هو احنا هناكلها؟ ايوه يا اختي هتاكليها. ليه يا اختي؟ جعانين ولا سعرانين؟ خلاص خلاص يا ست غالية، سيبيها ما ترديش عليها. ما تردش عليها يعني ايه؟ كلبة وتهوهو. المصحف ما قلت بتهوهو. يا لهوي امي جت. فاطين فاطين اصحى يا فاطين. يا فاطين امي جت. يا فاطين اصحى. ايه طيب اعمل ايه يعني؟ يا فاطين احنا لسه بهدومنا يا فاطين. قوم اصحى يا فاطين. عايزين اعمل ايه يعني دلوقتي بقى؟ قوم بس فوق كده. قوم يلا يلا. يا فاطين اصحى والنبي ارجوك. يا لهوي يا فاطين هتبقى ايه؟ يا لهوي انتوا لسه بهدومكم؟ يا حصلة قلب عليك يا بنتي. هاد هاد حبيبي وحشتني يا بيبي. وحشتني. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. اطلعي استريحي. اوكي تفضل. مامي مامي حبيبتي. مامي يا روحي يا روحي. وحشتيني وحشتيني يا مامي. وحشتيني قوي. انت كويسه يا حبيبتي؟ بخير يا مامي. طمني وريني شكلك. وريني يا حبيبتي. كنت حمود عليكي. كنت حمود عليكي يا شيري حبيبتي. كويسه يا روحي؟ متاكده انك كويسه؟ طمني يا مامي انا بخير. حاجة. يدوم العزة يا باشا. امسك دول يا التركي. فوزي التركي يا باشا ومشوا الحاوي صاحبي كتف في كتف. دول عشانك يا فوزي. يدوم يا باشا. ودول عشانك يا مشو. لو مؤاخذة يا باشا انا مش هاخد من سعادتك حاجة. ليه؟ يا باشا سعادتك كنت عامل واجب معايا زمان وانا دلوقتي بردهولك. واجب؟ انا ايوه يا باشا. الحمد لله على سلامة بنتك. نمشي احنا بقى يا باشا. يلا تركي. ايشو تحت امرك يا باشا. انا لازم اشوفك تاني. وانا يا باشا لازم اشوف سعادتك. انا موظف نمره التليفون اللي بنتك كلمتك منها دي بتاعتي. بالاذن يا باشا. يلا تركي. يلا بينا. يلا تركي. بالاذن يا باشا. هتشلني انت ايه فقري؟ الراجل يديك فلوس تقوله لا مش حقك ده؟ كان له واجب يا تركي وردتوله. ماشي يبقى الفلوس اللي معانا دي ابو قسم. لا يا صاحبي دول حقك. اموت وافهم ناوي على ايه يا ابن الحاوي. هتفهم بعدين. ولا ما فهمتش؟
الو صباح الخير يا عنتر باشا، عامل ايه؟ حبيت اقول لك اني بنتي عندي. يعني انا جبتكم. لكن هنكمل الماتش، بس الكوره في ملعبي انا. ههاجم يا عنتر، جاهز دفاعك. قلت لك لو وقعت في ايدي مش هرحمك، واوقات والوقعه دي بموت يا عنتر. سكينه تلمى كمان، اوعدك هتكون السكينه تلمى يا عنتر. يا بنت تيجي فين؟ يا سوسكا بقول لك هموت من التعب، عايز انام. مش قادر. ايوه. كبرتي بقى يا اختي؟ يا فادي بقى فشله. يلا غوري بقى. باشا والله يا باشا البيت منور. سعادتك شربت حاجه ولا اقول لك؟ انا هنزل بسرعه كده اجيب فطار. اقعد يا تركي. طب خمس دقايق اخش استحمى كده، اصل مؤاخذه عرقان، وهطلع لك على طول. تعال هنا يا ايه اللي في ايدك ده؟ ده ظرف يا باشا ورحمه امي. ما انا عارف انه ظرف يا رحمك. في ايه الظرف ده يالا؟ فلوس يا باشا ورحمه امي. ده انا مرزق بقى. هات. كام دول يا تركي؟ دول يا باشا 25 باكو بالامانه ورحمه امي يا باشا. ورحمه امك، لو ما جيت معايا عدل ما هخليك تفرق عن سوسكا بتاعتك. يا باشا انا جاي معاك عدل، وسوسكا دي حسابها عندي. خير يا باشا؟ انا اخر معلومه عندي يا تركي ان انت رحت الميشو الحاوي عند التركي وخدته ومشيته. رحتوا فين؟ خلصت على كابو؟ ها كابو؟ كابو مين يا باشا؟ انت هتصيع عليا يا روح امك يا باشا؟ ازاي حضرتك بتقول كده؟ فعلا ميشو جه وسال على كابو، لكن في معلومه وصلت لنا كده ان كابو عقبال ما تلويها ان شاء الله يا باشا ساب البلد وهج. وال 25000 جنيه دول بتوع ايه؟ لا دول بتوع مصلحه كده يا باشا. انت شكلك بقى مش عايز تيجي معايا عادل كده، هتخليني اخدك معايا واخليك تنطق بالعافيه. بس ورحمه امك ما هخليك تنفع تقابل لا سوسكا ولا حتى سوسكا. يا باشا انا عادل معاك، ورحمه امي سوسكا لو جت هنا لولع فيها بجاز وسخ. ما تنطق يالا. عنتر الباشا كان واقع مع باشا تقيل زيه كده برضه اسمه صفوت، صفوت نصار. ليه؟ معرفش والله كدب خيبه. هو الظاهر كان عايز يعلم عليه، قام خاطف بنت الباشا صفوت وحاططها عنده في المزرعه. قال لو مشوا بالادب جنبنا على المزرعه وخطفنا البنت ورجعناها لابوها تاني. الراجل شاف بنته عديك على اللي عمله فرح وراح مدينا المكافاه دي. لكن بصراحه مشوا ما خدش منه ولا مليم، ودي الصراحه يا باشا ورحمه امي. تركي يا باشا بقول لك ورحمه امي، ولا عايزني احلف لك بحياه سوسكا؟ لا خلاص مصدقك. ماشي ادخل انت نام بقى عشان شكلك تعبان قوي. والله يا باشا. سلام. سلام. باشا بالنسبه للظرف اللي لزق في ايدك، تصدق يا تركي كنت هنسى، حقك عليا. مش يا باشا جل ما لا يسر، مشاكلك كتير انا عارف. انت حبيبي. وانت والله يا باشا. خمسة دي اجيب بيها موبايل ولا اعمل بيها ايه يا باشا؟ جرايه يا تركي، ايه الطمع اللي انت فيه ده؟ مش كفايه سايبك بتسترزق من ورايا وبتاكل عيش وبحميك كمان؟ ايه النتانه اللي انت فيها دي؟ تصدق فعلا انا نادي. لا وطماع وابن كلب يا باشا اللي بتكلم معاك، انا اسف. سلام يا تركي. باشا ملوش لازمة، انت مصاريفك كتير. هي دي الأخلاق يا تركي. سلام. سلام يا باشا. سوسكا لا اتصلتي في وقتك. لا تعالي ورحمة أمي لا تتقطعي النهاردة. طلباتك هزات بإيه؟ المصلحة هي اللي بتجمع يا باشا، وانا جاي اخدم وبالمره تخدم. تخدم في ايه؟ في اللي انت طلبته من صفوت نصار، باماره ما حجزت بنته عندك. بس الكلام ده مظبوط، وما تخافش انا قلت لك انا جاي اخدم وبالمره تخدم. بس انت شغال مع صفوت نصار، اللي يضمن لي ان ده مش ملعوب؟ معلوماتك غلط يا باشا، زياد الخولي ما بيشتغلش عند حد ابدا. أنا اللي بتحركني مصلحتي، وأنا شم ريحة المصلحة على بعد مليون كيلو، واللي ليا مصلحة معاه بتعاون معاه بمنتهى الحب والإخلاص. بيزنس يا باشا. وإيه بقى اللي في إيدك تقدر تخدمني بيه؟ لا أنا في إيدي كتير قوي، أنا ليا رجالة في كل حتة، وزي ما بيقولوا أنا أحب ألخص وأجيب من الآخر.
زياد بيه انا حبيتك وارتحت لك. عموما في شحنه هتدخل المينا كمان ساعات، عندك اللي يخرجها؟ عندي طبعا، بس الشحنه دي فيها ايه يا باشا؟ فيها اللي فيها، المهم تخرج زي ما هي. تخرج يا باشا وانا هقول لك الصح. انا مش عايز اعرف الشحنه دي فيها ايه، بس عايز اعرف انا هاخد كام. اسمع، نص مليون جنيه، ربع دلوقتي وربع بعد ما تستلم الشحنه. بس ده كتير. ما انا عارف يا باشا انه كتير، بس سعادتك اللي طلبت مني متاخر يعني مضطر، وادام مضطر يبقى انا لازم استغل الظرف. ما هو سعادتك لو سالت عني هتعرف اني زباله قوي في موضوع الفلوس. بس برضه البضاعه هتخرج ازاي؟ لا البضاعه مش هتخرج من المينا النهارده اصلا، انت هتطلب من الرجاله بتاعتك ان هي ترفض استلام الشحنه من المورد وهترجع تاني. معنى كده ان انا هدفع ثمن النقل مرتين؟ احسن ما الشحنه كلها تضيع عليك وتلبس الاساور الحديد. ما هو انا لو مكان صفوه باشا نصار وانت خطفت بنتي مش هسيبك، لازم اخسرك كل حاجه واوديك في 60 داهيه. وبعد البضاعه ما ترجع البلد اللي جت منها؟ احنا مش هنرجعها خالص، احنا هنرقدها في البحر كام يوم عقبال ما ظبط لك مينا تانيه وندخل لك البضاعه صخ سليم دماغ سليم. مش كده؟ خلص بقى عشان مفيش وقت. ماشي خلاص، اطلب لي القهوه بقى وهات الفلوس عشان اعدها. بسم الله ما شاء الله، عيني عليكي بارده يا مدام اسمه. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، بجد ميرسي ليكي، انت تعبتك معايا قوي. مش كده؟ والله يا مامي انا مش عارفه اشكر ازاي دودو على اللي عملته معاكي، بجد تعبت معاكي قوي. قولي لي يا حبيبتي عامله ايه مع طليقك؟ طب وليه السيره الزفت دي بس؟ ما تفتكرينا حاجه عدله؟ منه لله مش عايز يسيبني في حالي، وقال ايه عايز يردني، ردت المايه في زوره قادر يا كريم تبقى طالعه كده اهو ترجع كده اهو. طب ما ترجعي له يا دودو، لو انتوا مش واخدين بعض على حب. حب؟ حبه تعبان ويقرصه من لسانه قادر يا كريم، ويكون يا رب والنبي قد كده اهو يدخل جوه يجيب لسانه من لغليغه. ربنا يسامح ابويا بقى، قال يعني كان فاكر انه بيجيب لي راجل اتسند عليه، طلع حته مايله. ولا يهمك يا حياتي، بكره ربنا يبعت لك ان الحلال يعوضك عنه خير يا رب وتستعدي معاه. ما انا لقيته ابن الحلال ده، واول ما شفته كده قلبي قعد يتكهرب يتكهرب وشهقت، عرفت بقى ساعتها الحب اللي من اول شهق. بس اعمل ايه بقى؟ فقريه بختي المايل ورايا ورايا. ليه يا دودو ماله هو كمان؟ مالوش يا انسه شيري، بس طلع فقري زيي والدنيا مدياله ظهراه. خلاص يا دودو انت وقفي جنبه وفرفشيه، يعني خليكي سبورت لي. قصدك يعني اششور شعري واتزوق له واحط له مكياج؟ يعني الحاجات دي طبعا مطلوبه، بس مش ده اللي انا قصدي عليه، انا قصدي انك تقفي جنبه وتسنديه، يعني الحاجات دي اسنده والله، بس هو ينطق ويحس بيا. يلا بقى استاذن انا لحسن، انا دوشتكم عارفه نفسي رغايه. استني يا حبيبتي امسكي ده. ايه دول بس يا مدام اسماء؟ لو النبي انت خيرك مغرقني من ساسي لراسي. تعبت حاجه بسيطه خالص عشان بس تساعدي ابن الحلال؟ اذا كان عشان خاطر اساعد ابن الحلال هاخدهم. روحي يا رب، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويا رب والنبي يا رب عشان خاطر ربنا حبيبتك اوعى توقعها بديها ابدا يا رب، لا هي ولا الانسه شيري. سلام عليكم. باي باي. نورتي دنيتك يا حبيبه قلبي. انا اسف ساعتها بس اني في ساعتها. انت متربي يا حمدي، المفروض انك تستأذن وبعدين تدخل. صح سعادة الباشا، بس اصل الموضوع في حد ذاته. اولا المفروض تقفل الجاكيت وانت داخل. حاضر حاضر. وثانيا تخرج وتخبط على الباب من بره. تحت امر سعادتك. حاضر. اتفضل. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح الخير يا حمدي بيه، ايه اللي عندك؟ شحنة عنتر الباشا وصلت المينا يا باشا، وعنتر رفض يستلمها. مباحث المينا ما تقدرش تفتشها الا لما تنزل. عرف لي مين اللي ورا الموضوع ده، واعرف لي لو كانت الشحنة هترجع تاني ولا لا.
أمر سعادتك يا باشا، أي أمر تانية؟ شكرا. بص بقى بنت الناس كده وتصحصحيلي وتتعدليلي. حاضر يا حبيبي. بقولك ايه، بلا حبيبي بلا زفت، الكلمة دي ملهاش وجود النهاردة خالص، كل كلامي يتسمع وتحط حلقة في ودنك يا قطر. حاضر يا حبيبي. ييه هتقولي تاني حبيبي. بص بقى يا قطر بنت الناس، انا هسمح لنفسي ان انا هنسى الماضي وكل اللي فات بالقدم البقلاوة، ها، ونبتدي صفحة جديدة ناصعة البياض. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. نرفزيني بقى وعصبيني وخنقيني. خلاص ماشي يا ابن الناس. موتيني بقى مقص عمري قطر. يا حبيبي انا مش عايزة اموتك ولا حاجة، انا بس عايزة اقولك ان امي مقعداني ومحفظاني الوصايا، تحب اسمعلك؟ لا. واحد، جوزك على ما تعودي تديله فوق نفخه يمشي زي المسطرة. اتنين، بس يا قطر بدأنا بقى في البدنجان المخلل، كلام امك ده امسحيه من الذاكره باستيكا، انت تسمعي كلامي انا وبس يا قطر. الوصايا بتاعت الست امك دي بتخرب بيوت، يعني ان شاء الله هتخليكي تتطلقي في خلال ساعه، والساعه ما اصلها 5 دقايق. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا حبيبي. حلو قوي. اولا امي ثم امي ثم امي، يعني امي تحطيها في عينيكي اهم حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا فطنتي. ثانيا كل الجوازات الفاشله لا قدر الله بتفشل ليه؟ عشان الوصايا بتاعت امي. برافو عليك يا قطر. وكمان علشان بيبقى فيه انانيه، يعني كل واحد من الزوج والزوجه بيبقى عايز ياخد بس مش بيدي. اما الجوازات الناجحه بقى ان شاء الله بتنجح ليه؟ علشان ما فيهاش امي. ضحكتي لي صح. وكمان بيبقى فيها حب واخلاص وتفاهم، يعني كده اخد وعطا. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا فطنتي. الحمد لله. دلوقتي بقى نبدأ حياتنا الزوجية الناجحة إن شاء الله. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، نقرأ الفاتحة. ولا الضالين آمين. الحمد لله. دلوقتي بقى جاء وقت الدلع. أهم حاجة يا قطر الزوج بيحبها، اللي هو فاطين يعني بحبها موت، الدلع. يعني لازم بقى الست تدلع جوزها بقى. يلا دلعيني يا قطر. حاضر. هدلعك يا فطين. ايه؟ يعني ادلعك وبعدها يا فطين؟ امال فين كلمة حبيبي اللي كانت كل شوية كده البنا في بقك؟ ولا وقت بقى ما نعوزها دلوقتي ما نلاقيهاش يا قطر؟ خلاص يا حبيبي ادلعك. يلا دلعيني. يلا زغ 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 زغ. فطنتي يا حبيبتي، انت رحت فين؟ طيب على الباب. اهدى شوية، اهدى. صدقنا العرايس تقفل عليهم باب. جود ايفنينج. شو انت جالية رايت؟ يطلعوا امتى دول؟ مين دي واديه بسكليت؟ انا عارف يا ام فاطين، من ساعه ما وصلت وهي عماله بترتم بالشكل ده ما فهمتش منها اي حاجه غير اسم الاستاذ فاطين، قلت اجيبها على هنا. جدع وفالح طول عمرك. يلا روح انت بقى يا واديه بسكليت. طب مش عايز اي هدمه تانيه اصل؟ وات ديد يو سي؟ جيف مي بكشيش. تابس؟ نو بكشيش. اوكي تفضل. ثانك يو. شكلها كده ضعيفه قوي في الانجليزي، اول ما اتكيت عليها على طول كده اتكلمت بالعربي. سلام عليكم، جود مورني. وير كان اي فايند فاطين؟ تعالي هنا استني، انا مش فاهمه منك ولا كلمه. داخله ترمحي في الشقه كده ولكنها شقه ابوكي. انت مين؟ ام دانكا. خانكه والنبي باين عليك الجنان. Where is Fatin? I want to surprise him. انت هتتنططي لي رنخي هنا لما اشوفه لك لحسن ده عنده دخله. الواد حبت عيني من ساعه ما اتجوز مش عارف يدخل. What? دخله يا اختي دخله. ودي هفهمها لك ازاي؟ تعالي تعالي ما دخلك الصالون. ودي هتفهم صالون من ايه؟ تعالي تعالي ورايا يا اختي. السلام عليك يا ست الكل. الحب كده، هو ده ست الكل. الفن صحيح مش اغاني اليومين دول،
حدش عارف مين مع مين ومين بيغني على مين. ترارارا يا سلام يا سلام على السلطنة. قول قول كمان يا عم توم. مين؟ انت مش عارفني؟ قوامك نسيت الملوخية كده ولا ايه؟ دنيا الله، ايش 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 الحلاوة والجمال والألاقة دي كلها؟ بجد بجد يا عم توكي يعني كده حلو؟ حلو؟ ده انت زي العسل. انا يعني قلت اتزوق كده يمكن اعجب سميش. تعجبي ميشو بس؟ ده انت تعجبي الباشا بس. يا خسارة الحمام طار. طار؟ طار راح فين؟ انت عارفة طول النهار بيبقى نايم وعلى المغربية خرج. يا دي النحس بس يا رب، يعني انا يوم ما اتزوق وافضل قاعدة تحت الششوار ده ساعتين لما دماغي تدخن كده ما شافوش هيكون راح فين بس يا رب والنبي يا رب. ما انت عارفة ميشو محدش بيعرف راح فين ولا جه منين. اقولك كلميها على المحمول. ما انا كلمته الشبكة مش بتجمع. خلاص روح انت بقى، وانا لما يجي والله لا بلغه، وربنا يعوض عليك في الكوافير اللي انت دفعتيه. ماشي يا عم توك يا دي البخت بس سبت انا فينا يعني يا رب يوم توك اسأل هو حبك وكسي والله. يا الحب كده فراق فراق ورضا ورضا وعذاب. قولي يا ست بدل ما انا غني. قولي انت يا ست لسه. يا فرحتي انت بتعمل ايه يا فطين؟ بتبص على عروستك من خرم الباب؟ ايوه اما تعالي بصي معايا. يا مسبتك في ابنك يا غاليه. بس يا ما بس بس انت فهمت ايه؟ احنا خلصنا مرحله الدلع ودلوقتي بنلعب استغمايه. جت هنيله اللي عايزه دلع. ياما وطي صوتك لا تعرف انا مستخبي فين. سيبك من الاستغمايه اللي انت فيها دي وتعالى شوف الخنكه اللي جات لنا. خنكه؟ خنكه ايه؟ يا ساتر فاتين. دنكة. How are you فاتين؟ I miss you so much. وحشني كوي. I miss you. وانت كمان. وانت وحشاني كوي كوي كوي. وحشتيني يا زبادي. زبادي؟ يا نهار اسود. لا ده بقى رز بلبن. يدوم عم فتحي. هنين يا حبيبي. انما انت ما قلتليش بقى انتوا ست السويس ليه؟ يو دي حكايه طويله قوي يا ميشو يا ابني. حلوه قوي عم فتحي. احكيها لي بقى. تسجر؟ لا يا حبيبي بطلت عقبالك. خلصت الحكايه يا ابني. لسانك ممكن يضيعك ويوديك في 60 داهيه. وانا ما قدرتش الجم لساني. اصل انا كنت بشتغل رئيس عمال في المينا. وشفت الفساد والغلط بعيني. وما قدرتش اسكت زي كل الناس. لحد ما لساني طال واحد من البهوات الكبار اللي بيركبوا العربيات الكبيره دي ويمسكوا السيجار التخين اللي انت هرشه. هرشه عم فتحي هرشه. وعينك ما تشوف الا النور. لفق لي قضية رشوة وبناء عليه فصلوني من الشغل. بس عمك فتحي كان جامد. ما سكتش. أنا صرخت وزعقت فضحتهم في كل حتة. بس أنا هعمل إيه لوحدي؟ أنا كنت فاكر إن أنا هقف قصاد واحد ولا اتنين. طلعوا عصابة. عصابة كبيرة قوي يا ميشو وكلهم تعبين وأنيابهم زرقاء. اتلموا عليا وأنا خارج من صلاة الفجر. ضربوني علقة. كسروا لي ظهري. كانوا عايزين يقطعوا لساني يا ميشو. لله ربنا ستر الحمد لله. وبقيت زي ما انت شايف. انت عارف انا لو لوحدي انا كنت كملت. بس خوفي على بنتي بقى لحسن يأذوها. خدتها يا ابني ونزلنا على مصر. كان لسه في ناس ولاد حلال. قابلنا الراجل صاحب العماره ادانا القطين دول. جوزت بنتي في الاوضه دي. بس حظها بقى طلع مايل. جوزتها لواحد ما عرفش صوتها. معلش عم فتحي كلها موجوعه. الحمد لله يا ابني. الصبر الصبر. طب انا عم فتحي كنت قصدك بقى ان ناخد الاوضه الثانيه، ايه رايك؟ يا ابني من عينيا. بس الاول بقى لازم استاذن صاحب البيت حقه برضه. حقه عم فتحي، ولو طلب فلوس انا جاهز. انت تطورنا يا ابني. لا 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 لا. ايه يا عم فتحي؟ انت هتعيط ولا ايه؟ لا ما بعيطش يا ابني ما بعيطش. انا بس زعلان من نفسي. اتجوزت البنت واحد ما صنهاش. كان نفسي اتجوزها الراجل زيك كده يحبها ويحميها ويخاف عليها. انت فاهمني يا مش فاهمك عم فتحي فاهمك. ما تخافش على دنيا عم فتحي. دخلني جوايا انا عايز استريح.
اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه بختي الميت ده؟ يعني افضل مستحمل الكعب العالي ده وكل شويه افضل هتكف على وشي هتكف على وشي وبرضه ما اشوفوش النهارده ولا الروج ده، انا هريت نفسي روج، هريت نفسي روج يا رب. هعمل ايه؟ خلاص انا بزعلانه يا رب، انا هروح بكره استشوى شعري ومش مشكله استحمل السخونيه بقى عشان خاطر ميشو. مساء الخير يا استاذ. ايه اتخضيت ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتخضيت ليه؟ اتخضيت شكرا يا رب. يلا بينا. يلا فين؟ عايزه اكل جيلاتي. يلا يا بنت على بنت ابوكي بلا مسخره وقله ادب. يا حماتي افهم الموضوع الاول. موضوع؟ موضوع ايه يا بموضوع؟ ما هو واضح اهو زي الشمس كمان جايه لك لحد البيت. ياه طب ما تنطقي انت ياما. انا بصراحه المره دي مش قادره انطق. ده انت قلت لها يا زبادي يا فاطين. ايه انت بتكلمي انت يا دنك؟ ميس يو سو ماش فاطين، وحشتني قوي. مش دي مش دي مش دي، هتخربي بيتي. طب بتكلمي انت يا قطر يا حبيبه قلبي فاطين؟ مش احنا كنا خلاص بدانا في مرحله الدلع واخر دلع، وكنا بنلعب استغمايه واخر روقان. ايوه يا حبيبي اهو. بتلعبني استغماية عشان اغمي عناية عن اللي بيحصل ما بينك وما بينها. يا اخوانا اسمعوني بقى وبعد كده بحكموا عليا، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الحمد لله ان عم عزوز استجاب لتليفوني وجه في الوقت المظبوط علشان بقى يحكم ما بيننا. الحكاية وما فيها يا اخوانا ان انا لما روحت المركز الثقافي الاسكتلندي علشان كانوا هناك عاملين ندوة عن الحريات وعن حقوق الانسان، قابلت هناك دنكة وعرفت انها امريكية، وهي كانت ساعتها معجبة جدا جدا بالبحث بتاعي. حصل يا دنكة؟ حصل فاتين. اتكلمت معاها وعجبتني. نعم قصدي عجبتني ارائها، وخصوصا بعد ما وقفت وانتقدت معاملة امريكا ومعاداتها للعرب بعد احداث 11 سبتمبر. حصل يا دنكة؟ حصل فاتين. ومن ساعتها واحنا بقينا اصدقاء وبنتراسل مع بعض على النت، وكنت مرة كده غلطت فيها والله يا قطر يعني، وعزمتها عزومة مراكبية على سبيل المجاملة انها تيجي مصر هنا تقعد يوم ولا اتنين. ما كنتش اعرف بقى ساعتها انها تقفش في العزومة وتطب علينا كده من غير لا احم ولا دستور. حصل فاتين. استني يا دنكة، على فكرة انا ما قلتش حصل. يا اخوانا دي غنية جدا، شغالة عند صاحب اكبر دار نشر في نيويورك، المليونير اليهودي المعروف حيين باسيلي. يهودي وفي بيتي؟ يا لهوي يا ليلة سودة، تطلع برا بيتي وما تقعدش فيه ثانية واحدة. ياما استني انت ثانية واحدة. ادي اخرتها يا عزوز، جوزت بنتك جاسوس لاسرائيل. يا فضحتك يا بنتي وانت لسه ما دخلتيش دنيا. جاسوس ايه يا حماتي؟ جاسوس ايه؟ انتوا ما بتصدقوا؟ ما تقول حاجة يا عمي. عمك ده انت اللي عمي يا علي. ايه؟ انا هقول، انا وطنيتي بيتنقح عليا، بتحتم عليا اني ابلغ المخابرات المصرية. عارف يا ميشو، انا من اول ما جيت مصر وانا كان نفسي اجي اكل جيلاتي في المحل ده. ده بيقولوا زمان كانوا كل الممثلين بييجوا هنا، عماد حمدي وفاتن حمامه، صلاح ذو الفقار وشادية وكل الحبيبه. ما كنتش عارفه ان ربنا كاتب لي الفرحه كلها في ليله واحده. ده كله يا دنيا عشان هتاكل جيلاتي، وبعدين وطي صوتك شويه الناس تتفرج علينا. طب ما يتفرجوا علينا. قادر يا كريم تخليهم يتفرجوا علينا على طول كده واحنا مبسوطين؟ يا عم يا عم ايه انت بتوقفي الميكروباص؟ خد يا بركه. اي خدمه؟ لو سمحت احنا عايزين اتنين جيلاتي. جيلاتي ايس كريم يعني؟ جيلاتي ايس كريم، المهم بيكون يعني من غالي، وما تخافش احنا معانا فلوس وهندفع. يا دنيا مش ايه، هات لنا يا ابني اي اتنين اي حاجه. هو ايه اتنين اي حاجه يا ميشو؟ لا ما ينفعش كده، هو يقول لنا كل اللي عنده واحنا ننقي. ايه اللي عندك؟ في فانيليا، شوكليت، ستروبري. بس بس انت تقعد تقولنا بالانجليزي، انت شايفنا اتنين خواجات؟ هو ايس كريم ومن غالي ويكون ساقع. ساقع؟ حاضر. يلا يا اخويا انت تفضل واقف مساهم لنا كده، عايزين نعيش اللحظه، احنا مصدقنا. يلا اتطرق. يلا. ازيك يا ميشو؟ انا كويس. انت كويسه قوي؟ هو في حد يشوفك وما يتبسطش؟ قول لي بقى ايه رايك في شعري وفي الفستان؟ زي القمر. طب ما انا عارفه. ربنا يكبر بخاطرك، انت اللي قمر. عارف انا كنت حجان لو ما شفتكش النهارده بالششوار ده. الا قول لي صحيح، انت ايه اللي وداك عند ابوي؟ كنت بطمن عليه وعليك، وبعدين انا مش وعدته ان اجيله؟ ده تلاقيه فرح قوي عشان انت دخلت قلبه على طول. ايس كريم يا فندم. خلاص يا اخويا عرفنا ان هو ايس كريم، المهم يكون بس بقى يا دنيا، المهم يكون ساقع. لازم تكوني بسوسه، حبك ليه باين في وسك على طول. اضحكله على طول يعني؟ نو نو، مش على طول على طول، واخده واخده. لازم اهتمي بنفسك، مش تنسي انك وومن، شكلك يكون جميل، حطي بيرفيوم. ويت
دي هديه هيعجبه كتير. متشكره يا اختي. يا قطر انت مجرشه فين؟ ده فاطين بينها عليا. اوكي جو ومس انسى. هكون رومانسيه. يس. يلا بقى يا قطر فريلتك البيضه دي بقى خلينا نخلص. حاضر جايه يا فاطين جايه. نار رومانتك قطر رومانتك. اه حاضر. حاضر يا حبيبي جايه اهو. فيري جود. يلا بقى يا دنكة يا حبيبتي عشان تتعشي. What are you doing؟ كده غلط. هو ايه يا اختي اللي غلط؟ مش ينفع ادخل من غير استاذن. استاذن في بيتي؟ يا دي النيلة. طب يلا يا اختي كلي. ايه كل ده جاليا؟ سرق كل معايا؟ ده عشاكي يا اختي، لقمة تقوتك. لقمة واخد بس جاليا، مش كل ده، انا انسان مش حيوان. هي واقعة مهببة يا خنكة انا عارفة. What؟ انت كل ايه؟ لا 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 ما بقولش حاجه يا حبيبتي، ده انا بكح. ميشو عارف انا كنت ليه ماسكه في دراعك وفرحانه قوي كده؟ ليه؟ عشان كنت خايفه الفرحه تطير مني وما الحقهاش. اصل الفرحه بتطيب الجرح قوي يا ميشو، وانا من زمان ما فرحتش قوي كده. انت ابوك خايف عليك مني يا دنيا، هو معاه حق، اللي زي لازم تخاف منه. ابويا طيب وغلبان قوي يا ميشو. كلنا غلابه يا دنيا. طب قول لي انت قلت له ايه؟ قلت له ما تخافش على دنيا علشان هي بنت جدعه. جدعه وبس. وحلوه. طب انسى. ايه ده؟ دي فلوس اديتاني اسمى هاني، ربنا يشفيها يا رب. الست اللي بروح اديها الحقنه كل يومين عشان مريضه بالقلب. طب وديتك الفلوس دي ليه؟ قالت لي عشان تساعدي بيهم ابن الحلال. وانا بقى ابن الحلال؟ هو في غيرك يا ميشو؟ الدنيا انت ما فكرتيش ان ممكن اكون بضحك عليكي؟ حتى لو بتضحك عليا يبقى انا اللي استاهل عشان بمشي ورا قلبي، بس لعلمك انا قلبي عمر ما ضحك عليا. طب وقلبك بقى ده قال لك ايه؟ قال لي ان انت ابن الحلال. امسك بقى يا ميشو. خلي فلوسك معاك يا دنيا يمكن تنفعك. وانا لو هنفعك هقول لك. لسه ما وصلتش اللي انا عايزه. وايه اللي انت عايزه يا ميشو؟ اسمع كلامي، انا كل اللي عايزه حد يحبني واحبه واعيش معاه اللقمه الحاف وخلاص. يبقى مش انا يا دنيا، انا ما ينفعكيش يا بنت الناس. ما ينفعش اربطك في مركب لسه تايه في وسط البحر ما وصلش البر. يا ميشو اربطني واللي مكتوب لي هشوف. ولما المركب تغرق يبقى شلت ذنبك وذنب ابوك اللي مش عايز يميل بختك مره تانية. بختي معاك انت يا ميشو. يبقى لما اوصل اللي انا عايزه. خلاص هستناك. ممكن تستني كتير. طب وايه يعني؟ هو انا كان ورايا حاجه؟ طب يلا بينا بقى عشان اروحك. بس انا مش عايزه اروح، انا اول مره يبقى نفسي افضل في الشارع كده لحد الصبح. يلا يا بتاعت الجيلات السيف. في ايه انتوا؟ مين عايزين منه ايه؟ تيجي معانا بالزو ولا لا 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 نزل بتاع ده. روحي انت يا دنيا وخلي بالك من نفسك. اروح يا ميشو؟ مين دول يا ميشو؟ بقول لك روحي وانا اطمنك. كل يا حبيبي بالهنا والشفا. الله هاتي بقى تفاح، انا اكلت موز كتير. حاضر يا حبيبي. تسلم ايدك يا قطر يا حبيبتي. انت عارفه يا قطر احنا النهارده بس اقدر اقول اننا اتجوزنا. يا حبيبي احنا حياتنا بعد كده كلها هتبقى كده، تبقى حياه مليانه سعاده وحب فحب. الله. ايه الحنيه والرومانسيه دي يا قطر؟ انت كنت بتتفرجي على مسلسلات تركي النهارده؟ لا يا حبيبي انا بحبك كده من غير ما اتفرج على اي حاجه. الله. طب بقول لك ايه بقى يا قطر؟ ايه رايك بقى واحنا في الحاله الرومانسيه الجميله دي ننام؟ ها؟ علشان تبقى ليلتنا تبقى ولا الف ليله وليله. ايه في ايه مالك يا بت؟ في ايه؟ انت اتكهربت ولا ايه؟ بوب 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 ايه؟ عضيت لسانك؟ بص بص وراك. لا مش هبص ورايا الا لما تقولي الاول. فار فار مش انا بس كبيره قوي يا فطين؟ راجل يعني هو فين ده؟ وراك ورايا. Yeah.
مين اللي كان معاك وانت بتهرب بنت صفوت نصار؟ فوزي التركي مش كده؟ فوزي ملوش فيها باشا. بس الرجاله قالوا لي انكم كنتوا اتنين. واحد تاني كان معايا غير التركي. لا رجوله قال. بس برضه هتموت. المره الاولانيه عدت، بس المره دي لا. بيت فرنساوي فاخر. ايه يا فوزي، مش عايز تنقذ صاحبك وتقول انك كنت معاه؟ باشا التركي ملهوش فيها باشا. لا قلبك جامد كمان. قلت لي بقى انت تعرف صفوت نصار منين؟ معرفه قديمه باشا. اه طبعا، مع الزباله ما يعرفش غير الأشكال الزبالة. الزبالة يا باشا هو اللي بيتحمى في الحريم. آه واضح إنك مستعجل على موتك. من بدري، من زمان قوي وأنا مستنيه، بس هو اللي ما بيجيش. وأنا هدوقه لك. لحد ما تشبع. النار لما تاكل في جتتك حتة حتة ولا بتفرج عليك لانك تستحق الفرجة. اللي قلبه جامد الناس تحب تتفرج عليه وهو بيموت. سماح المرة دي عنتر باشا، خليها عندي انا دي. والخسائر اللي خسرتها هيردها. ومن صفوة نصار يا باشا. واللي زي ده يتضمن ازاي؟ انا اضمنه يا باشا. قلت ايه يا ميشو؟ الخسارة هتترد ومن صفوة نصار وقت ما احنا نقولك. ما انت عارف المصلحة هي اللي بتحكم. انما دلوقتي خليك مع صفوة نصار زي ما انت. انت عنده حتة الماظ واحنا عايزينك الماظة لغاية لما نقولك. قلت ايه يا ميشو؟ باشا يا باشا. والخاين التاني ده هنعمل فيه ايه؟ لا 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 يا باشا، فوزي التركي ما كانش معاه خالص. اللي كان معاه واحد اسمه كابو وخلع من البلد كلها. هنعمل ايه؟ المصلحه هي اللي بتحكم. وانا قلت لك 100 مره يا ميشو خليك معايا وانت تكسب. بس معلش انا مسامح يا ميشو. والمسامح كريم يا باشا. وانت 25 باكو نفعوا ولا ما نفعوش؟ نفعوا. الا نفعوا يا باشا، ده انت حبيبي. طب يلا استنوني عند العربية عشان هوصلكم. يلا ادعي يا باشا ربنا يخليك. يا باشا العيال دي هي اللي تلعب بيها لو عايز توصل لصفوة نصار. مصلحتك معاه هو مش مع دول. بس صفوة نصار ابو ازرق ما يتضمنش. ما عشان كده يا باشا لازم يكون لك عنده عين عليه. خليك مع زياد الخولي وانت تكسب. ها هتعمل ايه؟ وناوي على ايه؟ هنلعب يا ترك. والمصلحه تحكم يا صاحبي زي ما قال زياد. بس خلي بالك المصلحه كده كبرت قوي ووسعت قوي يا حاوي. علشان كده لازم نبقى قدها يا ترك. لازم يبقى لنا عزوة عشان نقدر نطح الكبار اللي مربطيننا بحبالهم، يفكوها وقت ما يعوزوا ويشدونا منها لما يلاقونا هنكبر. قلبي مش بتطمن وحاسس كده ان الموت بيشمشن حوالينا. ابوس ايدك يا حاوي، مش عايز اموت يا صاحبي. ما تخافش من الموت يا تركي طول ما انت حي، عشان الموت لما هيجيلك مش هتبقى موجود. ايه؟ هيكون بيدور على غيرك. ده بعد اذنك انا كنت عايز اسال، الناس اللي خدوني من العربيه غصب عني دول مين الناس دي؟
أنا عارف إن الموقف كان صعب، بس لازم تنسيه ووعدك إنه مش هيتكرر تاني. أيوة يا داد، بس ليه هم عملوا كده؟ كل الناجحين ليهم أعداء، وأنت عارفة باباكي ناجح قد إيه، بس اللي عملوا كده هينالوا عقابهم وقريب. أيوة يا داد أوكي، بس ليه هم عملوا معايا أنا كده؟ هم كانوا عايزيني أعمل حاجة غلط وخالف ضميري. يرضيكي باباكي يعمل حاجة غلط؟ لا طبعاً يا داد. أنت بتكنسل في وشي يا ميشو؟ طب ومقام سيدي الغريب لازلنا عليك زن الست المصرية الأصيلة. ألو؟ أيوة يا ميشو، عامل إيه؟ أنت بخير؟ قولي أنت فين؟ أنا كويسة، روحت من بدري طبعا. طب بقولك إيه؟ أنا عايزة أشوفك بكرة، هخلص المستشفى وأجيلك على طول، اتفقنا خلاص؟ طيب طيب هقفل اهو. الله، يعني هو ده جزاء ايه يا ميش ان انا عايزه اطمن عليك؟ طب والله ده انت وحشتني قوي، وانا ما نمتش كل ده عشان كنت قلقانه عليك طول الليل. حاضر حاضر هقفل اهو، بس بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. لا اله الا الله. ميش استنى، قفل مع اني ما رغبتش في ودانه خالص. كل يا دناير، كل يا نور عيني، ده انت نايم من غير عشاء. كل يا حبه عيني، كل يا دناير، كله من خير ابوكي وامك. حاضر يا ماما، انا باكل اهو. منوره يا حماتي. الله ينور عليك يا عينيا. يا سلام، الفرحه بتبظ من وشك. مبروك يا قطر يا بنتي، سيبك من امك وكلام امك، انت منوراني وماليه عليا البيت. بجد يا طنط؟ طنط ايه يا بنت؟ قولي لي يا ماما غاليه. حاضر يا ماما غاليه. ايوه يا حبيبتي ايوه، ابلي في البيت وخديها في عبك. ماما هي انا، فاهمه ولا لا؟ يا حماتي ده انت الخير والبركه كلها. ايه حماتي اللي ماسكه بقك على طول دي لبانه؟ حماتي حماتي ايه؟ لا، امال عايزين اقول لك ايه يا حماتي؟ تقولي يا شهر هانم، ولا اقول لك يا شهر مايو احسن؟ حلوه حلوه والله حلوه. عزوز وحشه وحشه. يا حماتي يا حماتي ده انا بهزر معاك، انت زعلت ولا ايه؟ انا ما حدش يقدر يزعلني يا اخوي، بس المهم عندي انك ما تزعلش بنتي وتحطها جوه عينيه. حاضر يا حماتي. يا قمر، قطر دي يا سلام، حد يقدر يزعل قطر؟ دي قطر دي الهنا كله، دي وش السعد كله، دي قدم الخير علينا كلنا ان شاء الله. طيب يا اللي بتخبط، طيب هو كله مستعجل النهارده ليه؟ كل يا دنايا كل. طيب طيب طيب، الحقي يا ست غاليه الحقي. مالك يا واجب بسكليت ومالك مشروع كده ليه؟ الاستاذ فاطين فين؟ انا هنا اهو يا بسكليت، تعال تعال. في ايه؟ الارض البحريه بتاعتكم مالها يا واد؟ وقعت على بنتك. شايف الحفر واللودر شغالين فيها؟ دول كمان بيبنوا فيها سور. ادم البقلاوه اشتغل. ما تعرفش مين يا بسكليت؟ بص لي هنا، ما تعرفش مين؟ اه بيقولوا الشركه الجديده دي اللي عامله المشروع السياحي، حاجه كده اسمها المنتجع، على اساس ان الارض مالهاش صاحب. هتعمل ايه يا فاطين؟ ما تقلقيش يا امي، ما تقلقيش، ده انا هفرجهم. البلد دي فيها قانون. وقف وقف انت وهو في حالة تلبس. في حاجة حضرتك؟ ايوه يا اخويا، في الارض اللي انتوا احتلتوها دي ارضي وارض ابويا. استني يا اما، انت حضرتك المسؤول عن هنا؟ ها اوعى تنكر او اوعى تحاول الهروب. ايوه انا المهندس المسؤول. على العموم انا باشمهندس صورت كل اللي بيحصل، وده قانونا تعدي على ارض الغير، ولغايه دلوقتي انا بتكلم بالذوق. في ظرف 3 دقايق تلم على ضيشك وتخلعه. نخلع؟ ايوه يا اخويا تخلعه، احنا معانا ورق رسمي وحجه الارض. بره بره، ما حدش يقرب من ابني. اوعى يقرب اهو. ازيك يا فطير؟ ازيك يا ريس الرخام حبيبي؟
حبيبي. الحمد لله يا اما النجدة جت من السما. ازيك يا ريس؟ خير يا فاطين، في حاجه ولا ايه؟ ده فيه وفيه وفيه شويه الهليبه دول يا ريس درغام يا حبيبي. قال ايه؟ حطوا ايديهم على الارض وعايزين يعملوا منتجع. ايوه، ما انا عندي خلفيه عن المشروع ده. الحمد لله يا ريس درغام ان انت عندك خلفيه. انا عايزك بقى انت والجحش والحمار وباقي الحيوانات اللي معاك، عايزكم تعلموهم الادب وتكرشوهم من ارض امي وجدودي وجدات المصريين. انت ما تضايقش نفسك ولا تنرفز نفسك خالص يا صفاطين. انت بس المهم تاخد مامتك وتوكل عليها من هنا. خايف علينا ياما من الدم اللي هيطرطش. ما تحطش في نفسيتك انت بس يا ريس درغام. شوف انت شغلك انت والرجاله وما تقلقش، احنا قلبنا حديد. خد امك وغور من هنا يا فاطين. بقول لك صحاب المشروع دول مديين لي فلوس عشان اللي يجي هنا يقطع رجله. يا ليلى يا ليلى سودا. هي فعلا ياما ليلى سودا، انت شرفك. بس هتبقى ليلى سودا على دماغك وعلى دماغ اللي اتشدد لك. الصاروخ بكام يا درغام؟ بقول لك خد امك وغور من هنا. انا مش هقف ومش هغور وانا وامي قاعدين هنا في الارض، واي واحد هيحط رجله على شبر واحد من ارض امي وجدودي وجدات المصريات انا هعلقه يا درغام. نزلوني، الحقوني، الحقيني يا اما. تحس ان هيطير ويختفي كده. ابو سيدك يا ريس درغام، ابن هيروح مني. نزلوني نزلوني نزلوني. ابو سيدك يا ريس درغام، نزلني نزلني. ده انا طلعت لك الحمار براءه. نزلوني، ده الغول ده يا ربي. الحقيني يما الحقيني يما. طب يا مفاطين عشان خاطري انا هنزلهولك بس بشرط. اومر تاخديه من هنا وتمشي على طول، واوعى ينزل على سكه العربيات. حاضر يا اخوي، هنمشي يا اخوي. الحقوني الحقوني. انا اتعلق يا حضره الضابط. وفين؟ في ارض امي وجدودي واجداد المصريين. اهدى بقى يا استاذ فاطين. انا ما اهداش يا حضره الضابط. فرحي باظ علشان القانون يتنفذ وتقبضوا على حمات البلطجه درغام واعوانه، وما تقبضش عليهم. هيتقبض عليهم بس في الوقت المناسب. اي كلام بنسمعه، اي كلام في الفاصوليا. معلش يا ابني معلش، ربنا على المفتري. الليمون الساقع لاسقع ناس، قصدي الاحسن ناس. اتفضلي يا ست غاليه. اتفضل يا استاذ فاطين، اشرب وروق دمك كده، هدي اعصابك. ها انا لو منك تأجر لهم بلطجيه زي ما بلطجوا عليك، ما هي البلد ما بتمشيش غير كده. ايه ده انت بتتكلم ليه يا عسكري؟ اطلع بره يلا. حاضر ماشي. خد تعالى هنا يلا. في الاول قلت لك عليها مفيش بن حضرتك. طب خلاص هات لي شاي. مفيش شاي حضرتك. خلاص امشي اطلع بره. ماشي حضرتك ماشي. وقالوا عنده حق، جاب من الاخر يا اخويا. قوم بينا نأجر بلطجيه نرجع عند امك. تقومي فين بس يا ست غاليه؟ اهدي لو سمحت. ايوه يا اما، انا لو عايز بلطجه بقى كنت فرجتهم الشقاوه والصياعه اللي محدش يفهمها غير العيال المخلصه. وما وريتهمش ليه لما علقوك يا ضنايا؟ يا اما ما هم خدوني على اخوانا واتكتروا عليا يا اما، والكتره تغلب الشجاعه. وهتعمل ايه بقى في اللي اتكتروا عليك يا ضنايا؟ انا همشي شرع يا اما، وحقك هيرجع لك بس بقوة القانون. هو ده الكلام يا أستاذ فاطين؟ ما ده الكلام اللي أنا لسه قايله. أنا بأكد عليه بس يا سيدي، أنا عملت محضر بالواقعة وأثبتت فيه حجة الأرض، وبعت للمسؤولين عن الشركة القايمة بالمشروع عشان أخد أقوالهم، وفي النيابة الموضوع هيتحل إن شاء الله يا جماعة. أما نشوف. يلا بقى ياما نروح نشوف العروسة أم أدم بقلاوة اللي قاعدة ومبرطشة في البيت، ونشوف آخرتها معانا إيه. يا ساتر، صباح الخير يا عم فتحي. صباح الفل يا ميش. ازيك يا عمي؟ اقعد. ايه خير؟ قلت لي تعالى كده بسرعه، يعني في ايه الحكايه؟ يا اخي اشرب الشاي الاول كده وخد نفسك وبعدين قول لي ايه الحكايه. يا دنيا يا بنت فتحي. ايوه يا بابا. شاي يا حبيبي. تسلم ايديك. انت جيت يا ميشو؟ يا بابا انا لسه ما خلصتش. الله بقى في ايه يا عم فتحي؟ ما ترسيني يا ابني. مش انت كنت عايز تاخد الاوضه دي؟ اه، وطلبتها منك. وانا كلمت صاحب العماره ووافق وادانا المفتاح يا سيدي. وطلب فيها كام؟ لما تشوفها الاول وتعجبك ايه بنزل اتفق معاه، وهو قال لي هيريحك على الاخر. عجبتني يا عم فتحي، كفايه انها من وشك، وكفايه ان انتوا هتبقوا اهلي وجيراني. هو انا يا ابني لو ما بعتبركش زي ابني كنت صدرت لك؟ قوم يا ابني شوف الاوضه. قوم
الدنيا من صباحيه ربنا قعدت روق لك فيها ونزلت جابت لك سرير ودولاب صغير. مش صغير قوي يا بابا، ومرتبه سفنج مضغوط وملايات قطن من المحل وفوت بقى، انما ايه عشان خاطر تستحمى كتير. خلاص خلاص ابلع ريقك شويه، استحمى ايه؟ بالاذن عم فتحي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل ادخل برجلك اليمين. تسلم بديك. ليه بقى ان انت عامله بقى ده كل الدنيا؟ ايه رايك بقى في الاوضه؟ بقولك ايه، انا مش داخل الاوضه دي تاني، ولا هتشوفي وشي قبل ما تقولي انت دفعت كام في الليله دي كلها. ما اشوفش وشك تاني؟ طب ده تغور الاوضه في 60 داهيه. لا يا ميشو، ده انا كنت اموت كده، وحياه المصحف اموت كده. دفعت كام يا دنيا؟ هجمعهم واقول. ماشي طيب، اسيبك انا بقى تتفرج على الاوضه براحتك وخلص، وتعالى اشرب معانا الشاي بره، وانا هخرج احسن ابويا استعواني. دنيا. ايوه يا ميشو. على فكره انت بنت جدعه، رجوله كمان. جدعه رجوله لا. ماشي ماشي. انا اللي جايبه لك على فكره. يعني وكيل النيابة يا فاطين هيرجع لنا الأرض؟ إن شاء الله ياما، لما هيطلع على الأوراق الرسمية اللي أنا جايبها له هنا في الشنطة دي، ساعتها بقى هيؤمر الجهة التنفيذية إنهم يسلمونا الأرض. بس أنا قسماً عظماً من يسكت، أقسم بالله العظيم ده أنا هبهدلهم بهدلة ياما، ده أنا همرمطهم مرمطة، ما أنت عارفة فاطين. ما تاخد ياما بقسماطها كده تسلي فيها. ربنا يعديها على خير يا فاطين يا ابني. أستاذ سعيد، إزاي حضرتك يا دكتور؟ دكتور سعيد، حضرتك مش فاكرني؟ أنت مين؟ أنت مين؟ ماشي أعديها لك. أنا يا سيدي فطين علي حسين الجرحي. ها؟ الاسم ده ما بيفكركش بحاجة يا دكتور؟ فطين؟ لا ما بيفكرنيش. لا بيفكرك يا دكتور، بيفكرك، بس حضرتك يعني اللي مكسوف شوية علشان أمي موجودة أنا، أصل تتحرج منها. الدكتور القط ياما المحامي الكبير كان دكتور عندي أيام ما كنت بدرس قانون في الجامعة. أهلا وسهلا يا أخويا. تاكل بقسماط؟ دي له بقسماطة يا فاطين. حاضر. تاخد بقسماطاية موحوحة لسه طالعة من الفرن يا دكتور؟ لا متشكر. طيب انزل اجيب لك قرصه بعجوه. قلت متشكر. قلت متشكر ماشي. الدكتور سعيد القط يا امي كان رائد الاتحاد ساعه ما رفعت قضيه على رئيس الجامعه علشان تزوير الانتخابات بتاعه اتحاد الطلبه، وساعتها هو اترافع عن رئيس الجامعه وانا اللي كسبت القضيه. فاكر يا دكتور ساعتها كتبوا منشط كبير كده في مجله الحائط للجامعه، الطالب فطين علي حسين الجرحي يتفوق على الدكتور القط ويخربشه. مدام كان رائد بوليس كلمه يا فطين، يمكن يشوف لنا حل ويحلها. يا امي مش رائد بوليس، رائد الاتحاد. الاتحاد الاولمبي؟ والله انا كان قلبي حاسس شكله واصل. بقول لك ايه يا فطين، كلمه، ارض امك هتروح. حاضر حاضر ياما هكلمه، ده يعرفني. بصي بصي من فضل حضرتك يا دكتور، يعني ما فيهاش يعني إساءة أدب مني، ممكن أطلب من حضرتك خدمة صغنططة؟ خدمة إيه؟ أرض أمي يا دكتور تم الاستيلاء عليها عنوة وغصب وقهر من ناس أقل حاجة تقال عليهم إنهم مافيا جديدة للفساد والتسيب اللي موجود في البلد دي. غالية صابر أيوب. أيوة يا ابني. بعد اذن بقى حضرتك يا دكتور، يعني اخلص مع سياده وكيل النيابه وبعدين اطلع اكمل لحضرتك اللي عملوه السفله المنحطين. ما تاخد بقسماطك. وانني من مكاني هذا اطالب عدالتكم بتطبيق القانون على هؤلاء السفله والاوغاد، واطالب حضرتك بمصادره وجه الرفع اللي رفعني قدام الناس كلها وقعدوا يضحكوا عليا سخريه مني. اتفضل يا استاذ فطين، احنا باسم المحكمه دلوقتي. حضرتك اللي حصل فيا مش قليل. اتفضل. قولي لي يا ست غاليه، الارض دي بتاعتك؟ ايوه حضرتك بتاعتها، اقسم بالله العظيم وحياه النعمه دي على عناية اله ان شاء الله بتاعتنا. ثواني يا استاذ فطين. اتفضلي يا ست غاليه،
أرضي يا أستاذ، ورثها من أبويا صابر، وأبويا صابر ورثها من جدي أيوب. والأرض دي مساحتها كام يا ست غالية؟ 3 فدادين ونص يا أستاذ. وبما أن الفدان يساوي 24 إيراد تبقى المساحة الكلية للأرض 84 إيراد، وبما أن الإيراد يساوي 24 سهم تبقى المساحة الكلية 2016 سهم، وبما أن السهم يساوي 7.293 قصبة تبقى المساحة الكلية للأرض 14,702,688 قصبة. وإذا افترضنا أن القصبة تساوي كفاية لحد كده يا أستاذ فطين، اتفضل اقعد. معاكي ما يثبت يا ست غالية؟ أيوة طبعا يا أستاذ، حجة الأرض اهي وموثقة حضرتك يا فندم. وحيث أنني مفهوم يا أستاذ فطين، اتفضل اقعد. والأرض دي بقى زراعية يا ست غالية؟ كانت يا بيه، كانت أعفى أرض في زمان مصر كلها، وكان جدي وأبويا بيزرعوها قطن طويل التيلة وقمح، وكان خيرها بيفيد علينا وعلى البلاد اللي حوالينا. جم بقى اللي خدوا خيرها وما سابوش فيها غير السوس بينقر فيها. يعني من الاخر ارض بور؟ لا بس ان شاء الله مش هتبقى بور، ان شاء الله هنرجعها احسن من الاول، بس نخلص الاول من الغربان اللي ما خلوش فيها اخضر ولا يابس. وانني من مكاني هذا اتفضل اقعد يا استاذ فطين. دخل لي مندوب الشركه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. استاذ دكتور سعيد القط المحامي، انا المحامي الخاص للسيد صفوت نصار صاحب مشروع جزيره الورد. بركه يا استاذ النجيت، بركه النجيت. بركه مين يا امه؟ ده معاهم وشكله جاي ينتقم مني. ده ايه الغلب ده يا ربي؟